معنا من واشنطن الباحث في شؤون الطاقة والبيئة بمؤسسة هيريتج نيك لوريس. أهلا وسهلا بك أستاذ نيك معنا عبر سكاي نيوز عربية. بداية، يعني إلى أي مدى أو هل ستغير المعاملة بالمثل التي تنتهجها الصين ردا على إجراءات الولايات المتحدة أي شيء في هذه القضية؟ نعم، هذا سيتوقف على الانتقام المحتمل الذي سيصدر، لأن هذا التصعيد في هذه الحرب التجارية يتواصل وهو يؤثر على المستهلكين وليس فقط الحكومتين الأمريكية والصينية وأيضا أطراف ثالثة من دول العالم المختلفة. الآن التعريفات الجمركية ستتزايد والضرائب ستزايد تزيد، وكذلك هناك أشياء أخرى ستنعكس على الكثير من القضايا الأخرى، مثلا الصلب والألومنيوم وبعض المنتجات التكنولوجية. لذلك كلما تواصلت هذه التوترات وزادت هذه التشريعات المقيدة للحرية التجارية فإنها ستنعكس سلبا على الخدمات التكنولوجية، والمستهلكين سيعانون أكثر من كلا الطرفين. أعرف أن هناك بعض التهديدات المحتملة للأمن القومي، لكن علينا أن نعرف أن هذه ذريعة فقط، وإنما هناك أجندة عميقة وراء مثل هذه التصعيدات. طيب، هنا ما سقف هذه المواجهة برأيك اقتصاديا وسياسيا؟ يعني البعض يقول أن هناك 1500 موظف في شركة بايت دانس سيتأثرون جراء هذا القرار بالدرجة الأولى. نعم، هناك تكلفة اقتصادية تتزايد أكثر فأكثر، ولا يبدو أن هناك حدود لهذه التكلفات. بطبيعة الحال الآن منظمات التجارة العالمية يمكن أن تتدخل وتحدد ما الذي يمكن فعله لوقف هذا التصعيد. هناك بعض الأشياء التي يمكنها البت فيها لأن المستهلكين يتضررون، الموظفون يفقدون وظائفهم بسبب هذه الحرب التجارية. وبالرغم من بعض المحاولات للوصول إلى اتفاقات وتخفيف التوتر وخفض الرسوم الجمركية من أجل تعزيز خلق الوظائف والابتكار التكنولوجي، مع ذلك فإن التكلفة تزيد والثمن الباهظ يتزايد. ولذلك الإدارة الأمريكية والحكومة الصينية ليس لديهما رغبة في تخفيف هذه التصعيدات، ويبدو أنهما لا يقيسان جيدا تبعات مثل هذه الخطوات. ولذلك أعتقد أنه يجب أن يقوم بتسويات وتوافقات حتى لا تتفاقم الأمور، وحتى لا تضطر منظمات التجارة العالمية للبت، لأن الأمور ستتعقد. طيب سيد نيك، دعني أعود إلى كلام الرئيس ترامب الذي قال أن هناك شركات تريد شراء تيك توك، إن كان أوراكل أو مايكروسوفت أو غيرها. لكن هل إجراء مماثل ربما يمكن أن يحسن ويخفف من هذا التوتر ومن هذه القرارات ونتائجها السلبية على الولايات المتحدة أو الصين؟ لا أعتقد ذلك، لأن هذه الحرب تتسع من حيث نطاقها لتشمل ليس فقط تيك توك وويتشات وإنما شركات أخرى. وحتى لو اشترت مايكروسوفت أو أوراكل أو شركة أخرى هذين التطبيقين فإن الحرب التجارية ستتواصل، والإدارة الأمريكية ستواصل مطالبة الصين بالكف عن تهديد أمنها القومي. لذلك أعتقد أنه مثلا مع تيك توك عندما يكون هناك سياسات محددة تحرص على عدم إتاحة البيانات الضخمة للحكومة الصينية، حتى إذا أوقفنا هذا الأمر فإنه يمكن مع ذلك سرقة البيانات أو استهداف هذه التطبيقات من خلال عملية معينة. وحتى لو جرى اتفاق بين تيك توك
وويتشات وشركات أمريكية. أعتقد أن الحكومة الصينية لن تنساها لأمريكا وستتخذ بعض الإجراءات الانتقامية مثل رفع الرسوم الجمركية أو زيادة أسعار بعض المواد التي تصدرها. لذلك أعتقد أن حكاية هذه الحرب التجارية لن تنتهي قريبا لأنها تبدو غير قريبة من حيث الانتهاء. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من واشنطن، الباحث في شؤون الطاقة والبيئة بمؤسسة هيريتج نيك لوريس. شكرا جزيلا لك. Thank you.